بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة كلية الهندسة قسم الهندسة المدنية بجامعة الملك خالد، أهلا ومرحبا بكم في كورس السويل ميكانيكس المقرر على المستوى السابع من قسم الهندسة المدنية. إن شاء الله النهاردة هنعمل تجربة الوزن النوعي للسويل اللي هي الجي اس. قبل ما نتكلم عن التجربة نفسها لازم نتكلم الأول إيه هو الجي اس. كلمة جي اس أو الوزن النوعي للسويل هي النسبة بينه وزن حجم معين من التربة إلى وزن نفس الحجم من الإيه؟ من المية. يعني هو في الآخر WS على VS في جاما ووتر. عشان نحسب بقى الجي اس بتاعت التربة بتاعتنا عندي طريقتين، أو هما ثلاث طرق بس احنا اختصرناهم بطريقتين. الطريقة الأولانية طريقة المخبار، وطريقة المخبار دي بتصلح لأي نوع من أنواع السويل. بيبقى عندي مخبار زي ما انت شايفه ليه علامة موجودة عليه أهيت، بعمل ايه في المخبار دوت؟ بروح اوزنه، طبعا بيبقى جاف ما فيهوش اي نقطه ميه، بوزنه وبجيب له دبليو واحد. طب وبعدين ابتدي احط التربه، بس التربه بتاعتي عشان احطها لازم اكون مجففها. يعني ايه مجففها؟ يعني التربه بتاعتي حطيتها في الفرن لكام ساعه؟ ل 24 ساعه عن طريق التايمر. حسبت ال 24 ساعه او عن طريق الفرن نفسه ممكن يكون فيه تايمر يطلع لي 24 ساعه في درجة حرارة 110 درجة مئوية، إلا إذا كانت في تربة فيها تربة عضوية فممكن الوقت يقل شوية عشان ما تتحللش الحاجات العضوية اللي في الصويل. طيب، حطيت الصويل هنا هوت ورحت مغطيه، جبت دبليو مين؟ دبليو 2، يبقى أنا عندي دبليو 1 ده وزن المخبار فاضي، ودبليو 2 معاه التربة. أبتدي أحط مية في الصويل في المخبار لحد العلامة ديت، وعشان يحصل امتزاج كامل للمية مع التربة عن طريق القارورة ديت اروح احطها في الايه؟ في الجهاز اللي انت شايفه دوت اللي هو بيلف ويبتدي يعمل تقليب جيد لمين؟ للتربة داخل الايه؟ المية. الجهاز هتشوفه دلوقتي في الصورة بتاعته عمال يلف لحد ما بيطلع مين؟ القيمة او بيطلع التربة هنا مالها موجودة كلها في المية والهواء خرج. بعد كده هخرج التربة بالمية واغسل المخبار كويس وابتدي املاه لحد مين؟ العلامة بتاعته واوزنه. يبقى انا في الحالة دي جبت دبليو 4، قبل كده انا وزنته بالتربة والمية فكانت دبليو مين 3، لكن هنا دبليو والمية بس فده دبليو مين 4. عن طريق دبليو 1 ودبليو 2 ودبليو 3 ودبليو 4 تقدر تطلع مين؟ الجي اس. بس نخلي بالنا لازم اقيس درجة حرارة مين؟ المية بتاعتي. لو لقيت درجة الحرارة بتاعتي دي بتساوي 20 خلاص مفيش تصحيح للجي اس. اما لو كانت درجة حرارة المية مختلفة عن درجة حرارة المعمل اللي هي العشرين فبتبتدي نعمل ايه؟ تصحيح للجي اس. قلنا التجربة دي بتصلح لجميع انواع السويل، تربة متوسطة، تربة خشنة، تربة ناعمة بس ما بتبقاش مظبوطة. ده الطريقة الاولانية. طيب لو احنا بقى اتكلمنا عن تربة ناعمة صافي او تربة متوسطة، ممكن نستخدم بدل المخبار بتاعنا بنستخدم حاجة من الاتنين، يا اما البيكنوميتر يا اما قنينة الكثافة. البيكنوميتر دوت ينفع للتربه مين؟ التربه الخشنه. تربه خشنه يبقى ممكن نعمل البيكنوميتر، اما التربه الناعمه فبنستخدم لها قنينه الايه؟ الكثافه. طيب ايه الفكره؟ نفس اللي احنا قلناه بالظبط بالنسبه للمخبار. بمعنى ايه؟ هتعمل ايه؟ هتروح توزن القنينه ديت طبعا جافه وما فيهاش اي نقطه ميه خلاص، او توزن مين؟ توزن قنينه الكثافه. بعد كده تفتح الاثنين وتبتدي تحط تربه جافه. تربه جافه يعني ايه؟ تربه محطوطه في الايه؟ محطوطه في الفرن لمده كام؟ لمده 24 ساعه عن طريق مين؟ التايمر او عن طريق الفرن نفسه. وبعدين هبتدي احط التربه هنا واحط التربه هنا، اقفل البيكنوميتر واقفل الايه؟ قنينه الكثافه واوزنهم. يبقى دي دبليو 2، يبقى انا جبت دبليو 1 وهي فاضيه، دبليو 2 وهي فيها التربه. بعد كده اعمل ايه؟ افتح واحط مين؟ ازود مين؟ ميه مقطره. عمال ازود هنا ميه مقطره وهنا ميه مقطره لحد العلامه اللي موجوده في الايه؟ القنينه اللي في الموجوده في البيكنوميتر او في الايه؟ في القنينه. هي بقى المشكله دلوقتي في التجربه كلها في الخطوه اللي جايه دي. المشكله هنا ان انا مش عارف الهواء اللي موجود في السويل هنا او السويل هنا هو عايز اخرجه. عشان نخرجه نعمل ايه؟ بنحط القنينه او البيكنوميتر ديت في جهاز مجفف عشان يطلع منه الايه؟ الهواء، وهنشوف صورته دلوقتي. احنا شفنا دلوقتي خرجنا الهواء، طب انا ما عنديش الجهاز ده في المعمل، اعمل ايه؟ قال لك ان انت ممكن تاخد القنينه ديت او البيكنوميتر وتحطها في ايه؟
في حمام رملي ساخن، فالهواء هيخرج منها وتقلبها كويس، ولو احتاجت مية بتزود المية لحد ما ايه تبتدي الهواء كله اللي موجود في السويل يخرج. خلاص خرج الهواء كله، نعمل ايه؟ خلاص استنى بقى لما درجة الحرارة تقل شوية، يعني درجة الحرارة بتاعت المحلول هنا او المحلول هنا تبتدي تقل، وابتدي اقيسها بالايه بالترمومتر، وابتدي افضي اوزن الاول البيكنوميتر والقنينة الكثافة اوزنهم واطلع دبليو 3. جبت دبليو 3 ناقص لي دبليو 4، خلاص فضي بقى ده من المية والتربة واحطه بمية فقط لا غير، مية مقطرة واوزنه، يبقى ده دبليو 4. احلى، يعني انا بقى عندي دبليو 1 وعندي دبليو 2 وعندي دبليو 3 ودبليو 4، احسب منه ازاي بقى الجي اس؟ لما تبص في القانون اللي قدامك دوت، جي اس بيساوي ايه؟ بيساوي الدبليو اس اللي هي دبليو 2 ناقص دبليو 1، وانا عندي دبليو 2 ودبليو 1، على دبليو 4 اللي هي وزن البيكنوميتر او القنينه فيها ميه بس، يبقى ده دبليو 4 ماشي، زائد دبليو اس. طب ما هو دبليو اس اللي هي ايه؟ دبليو 2 ناقص دبليو 1، يبقى دبليو 2 ناقص دبليو 1. في الاخر حطيت ديت ناقص دبليو 3، وهي اللي احنا قلنا لما طلعنا الهواء منه عن طريق المجفف او عن طريق الحمام الرملي. بكده تقدر تطلع جي اس. لا لسه ما خلصتش، اشوف درجه الحراره هل هي نفس درجه الحراره ولا لا، عشان لو درجه الحراره متغيره اقيس درجه الحراره واصحح الجي اس. لو تبص على الصوره اللي قدامك ديت، ده عباره عن اكسل شيت بيطلع لك قيمه الجي اس، ممكن تحسبه مره واثنين وثلاثه وتاخد الايه المتوسط، ولو في تصحيح لدرجه الحراره بتصلحها. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.